قيل لي إنه لما كان عمري 4 سنوات رضعت من والدة أبي من أجل أن أكف عن البكاء، فهل في ذلك شيء وهل أكون أخا لأعمامي؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه يشترط في الرضاع المحرم شروط. أولا أن يكون في الحولين، بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. الشرط الثاني أن يكون 5 رضعات معلومات فأكثر، ومعنى الرضعة أن يمص الثدي ويخرج له لبن منه ثم يتركه لتنفس أو لانتقال إلى ثدي آخر، ثم يعود ويمصه مرة أخرى ويخرج إليه لبن، وتكون رضعة ثانية، وهكذا إلى أن يكمل 5 رضعات. وما ذكره السائل من أنه رضع وهو في سن الرابعة، هذا الرضاع لا يؤثر، لأنه بعد الفطام، وأكثر مدة الرضاع حولين. قال تعالى: الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهذا بعد 4 سنين فليس له تأثير. وأيضا لم تضبط عدد الرضعات التي رضعها،